نيوين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نصور الآن في سنغافورة شارع أرشاد فندق المندرين. هذه الغرفة من نوع ديلكس، ديلكس وينج، ساعتها لا بأس، فندق كويس، مستوى طيب لا بأس، مصنف 5 نجوم، شطارة غير موجودة، شاور، TV عندهم يعني خدمة، يعني ايش حسب ما اخبرتنا مديرة المبيعات بامكانكم عمل طلب الاوردر للاكل او الغير عبر التلفزيون بالريموت او روم سيرفيس، خدمة الغرف ممكن عبر التلفزيون كمان، يعني لا يحتاج تتصل بالتليفون. هذه الغرفة طبعا مطلة على شارع الأرشيد. في عندهم غرف اخرى مطلة على المارينا، لأنه الفندق مرتفع يعني التاور عالي، فبإمكانك تشوف المارينا من الجهة الأخرى. هذه غرفة سرير عائلي كينج، تصوير شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا